يبقى التيار الكهربائي هو عبارة سريان الشحنات، تدفق الشحنات، تدفق الشحنات من أحد طرفي الموصل إلى الطرف الآخر. يبقى أي تيار كهربي تدفق شحنات من أحد طرفي الموصل للطرف الآخر. يبقى أنا لو أنا عندي شحنات ماشية في مقطع من السلك بالشكل ده، ده سلك أهو، الشحنات ماشية في خلاله، يبقى سريان الشحنات بتدخل من طرف وبتدخل أو بتخرج من الطرف التاني، هو ده بتكون التيار الكهربائي. طيب كيف يمكن حساب شدة التيار الكهربائي؟ شدة التيار الكهربائي، ايه هي شدة التيار الكهربائي دي؟ تعالوا كده نتكلم عن شدة التيار الكهربائي. شدة التيار برمز لها بالحرف اي، يبقى شدة التيار برمز لها بالحرف اي. قال الاي بتساوي الشحنة على الزمن، يبقى كمية الشحنة اللي ماشية على الزمن، ده تعريف شدة التيار الكهربائي. وحدة قياس شدة التيار، طبعا احنا عارفين ان وحدة قياس الشحنة كولوم، وحدة قياس الشحنة كولوم، وحدة قياس الزمن ثانية. ساكن الكولوم على الثانية ديت بتكافئ وحدة جديدة اسمها أمبير، امبير يبقى معروف شدة هسه. التيار يقاس بوحدة اسمها أمبير بواسطة جهاز اسمه أميتر. يبقى الجهاز المستخدم لقياس شدة التيار اسمه أميتر، الجهاز المستخدم تولي التيار سطحي. لقياس شدة التيار اسمه أميتر. ميتر. طبعا اسمه أميتر. طيب لو جينا نشوف الدائرة الكهربية اللي بيمشي فيها التيار الكهربي، طبعا التيار الكهربي عشان يمشي لازم يكون في دائرة كهربية، طريق مخصص للتيار الكهربي، ده الطريق اللي بيمشي فيه التيار. يبقى التيار بيمشي في الدائرة الكهربية. خلاص لو جينا نرسم دائرة كهربية هنرسمها بالشكل ده، أي دائرة لازم يكون فيها بطارية. البطارية بتكون عبارة عن قطب موجب وقطب سالب، موجب بالشكل ده وسالب. يبقى ايه هي دي البطارية؟ فايدة البطارية ايه؟ ان هي بتدي للشحنات المتحركة طاقة، بتعمل على زيادة فرق الجهد. تمام كده؟ بتعمل على زيادة فرق الجهد، يعني بتضخ الشحنات، بتدي الشحنات طاقة، فبتقدر تتحرك خلال الدايرة. يبقى دي بطارية. بعد كده يا أستاذ بنرسم أسلاك، أسلاك بالشكل ده، ده أسلاك توصيل، لازم الدايرة بتاعتي تتقفل بأسلاك توصيل بالشكل ده. خلاص؟ يبقى ده سلك. طيب بعد كده بيكون في عندي مفتاح، فايدة المفتاح ده عشان أفتح وأقفل الدايرة، يبقى فايدة المفتاح لفتح وغلق الدايرة. وطبعا عشان يمر تيار لازم تكون الدايرة مغلقة، لازم تكون الدايرة مغلقة عشان يمر تيار. طيب بعد كده بنكمل الأسلاك عادي. بعد كده ممكن نحط أميتر،
فايدة الأميتر عشان يقيس شدة التيار زي ما احنا عارفين. ده أميتر طبعا دايرة وفيها حرف الاي بالشكل ده. بعد كده كمل الأسلاك عادي. يعني هتمشي ال A، هتمشي التيار من نقطة A لنقطة B وتنقلهم من بعض من السالب للموجب يعني. ايوه تمام. تعال نكمل نرسم المقاومة. المقاومة دي الجهاز اللي انت موصله في الدائرة اللي بيستهلك الكهرباء، قد يكون تلفزيون شغال، قد يكون مصباح كهربي، قد يكون اي جرس، اي جهاز بيستهلك الكهرباء، قد يكون مكيف، اي جهاز بيستهلك كهرباء بسميه مقاومة. بعبر عنه بالرسم بشكل زجزاج كده، دي كده المقاوم. بعد كده بنكمل الأسلاك عادي في الدايرة. ونقفل الدايرة بتاعتنا بالشكل ده. طيب طبعا عشان يمر التيار لازم تكون الدايرة مغلقة بالشكل ده. يبقى كده يبدأ يمر تيار في الدايرة. التيار بيكون اتجاهه منين لفين؟ انتبه معايا. اتجاه بيكون تاره منين لفين؟ خلي بالك. قديما كانوا بيقولوا ان اتجاه التيار بيكون بيتحرك من القطب الموجب نحو القطب لكنه اليمين. خطأ، لكن خطأ نحو حسب القطب اللي الحين اليمين. قلت شرحت لنا. نحن نحن قطب السالب، السالب لكن اللي تمام. الحين شرحت لنا يا أستاذ إنه اللي يتحرك من القطب الموجب للقطب السالب. تمام احسنت. يبقى هنا كانوا بيقولوا ان التيار بيمشي يا استاذ خلاص من القطب الموجب نحو القطب السالب، وده كان اعتقاد خطأ تمام، ولكن سموا ده اسمه التيار الاصطلاحي. سموه التيار مين؟ الاصطلاحي الاصطلاحي. يبقى التيار الاصطلاحي يا استاذ هو حركة الشحنات من القطب الموجب نحو القطب مين؟ السالب. السالب تمام. ده تعريف التيار مين؟ ده تعريف التيار الاصطلاحي. لكن حديثا اكتشفوا ان التيار الفعلي بيكون ماشي منين لفين؟ مين اللي هيقول؟ من القطب مين؟ من القطب مين؟ السالب نحو مين؟ الموجب نحو الموجب. يبقى انا لما اتكلم عن تيار اصطلاحي بقول تدفق الشحنات من القطب الموجب نحو السالب، لكن التيار الفعلي من القطب السالب نحو الموجب. الموجب تم تصميم التجارب كلها على الاتجاه الاصطلاحي للتيار اللي هو من القطب الموجب نحو السالب. يبقى تم تصميم التجارب على الاتجاه الاصطلاحي للتيار من القطب الموجب نحو القطب السالب. طبعا البطارية في الدايرة قلنا هي مصدر الطاقة الكهربائية، مصدر الطاقة الكهربائية تمام، وممكن اجيبها من البطارية اللي هي البطارية الفولتية اللي بتحول الطاقة الكيميائية لطاقة كهربية، وممكن نستخدم خلايا شمسية اللي بتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية. طيب الدايرة اللي قدامنا ديت اللي هي الشكل ايه، هل هيمر فيها تيار كهربي؟ طبعا اكيد مش هيمر. ليه؟ لانها دايرة ايه، مفتوحة ولا مغلقة؟ مفتوحة، مفتوحة حتى مياه داير، حتى مياه داير استاذ تمام. فيز منها مش طب. يبقى اذا الدايره دي مفتوحه. طيب دايره زي ديت يمر فيها تيار ولا ما يمرش؟ أكيد ده اكيد يمر أكيد. لانها دايره مغلقه. طيب احنا بنقول ان الدايره الكهربيه هي المسار الذي تنتقل خلاله الشحنات، المسار المغلق الذي تنتقل خلاله الشحنات. طيب كميه الشحنه اللي بتدخل من طرف بتساوي كميه الشحنه اللي بتخرج من الطرف الثاني طبقا لقانون حفظ الشحنه، اللي هو بيقول ان الشحنات المفرده لا تفنى ولا تستحدث ولكن يمكن فصلها. ده قانون حفظ الشحنة، الشحنات المفردة لا تفنى ولا تستحدث ولكن يمكن فصلها. وبكده نكون انتهينا. بس بنوضح شروط مرور تيار كهربي، ان يكون في بطارية، يكون في اسلاك، تكون الدائرة بتكون مغلقة. دائرة مغلقة مغلقة لأن تمام. مفتوح ما لها داعي الله حرفيا. يبارك فيك. يبقى تمام كده، بنشكركم وان شاء الله نلتقي في لقاءات قادمة. مع السلامة.